نحن أبناء وبنات فلسطين نجدد العهد ونؤكد على حقنا في البقاء على أرضنا، في البقاء في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. ولكل شهداء فلسطين لكم في قلوبنا معزة ومكانة خاصة، مكانة محاطة بهالة من الإجلال. أنتم باقون في تاريخنا، أنتم باقون في قلوبنا، ولا ننسى رسالة الشهيد. الشهيد له رسالة، واجبنا الوطني تثقيف وتربية أولادنا وشبابنا على هاي الرسالة وعلى رواية الشهيد. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، لأنه في ضيق وفي حشر وفي حصار، فكل من يموت على أي طريقة يموت فهو في منزل منازل الشهداء. فكل صغير وكبير في هذه الأرض في أرض رباط إلى يوم القيامة، فلنعلم جميعا أننا في رباط إلى يوم القيامة حتى يندحف هذا الاحتلال، وأي احتلال وأي ظلم يكون في هذه البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكوكبة العظيمة من الشهداء، شهداء فلسطين على تاريخ فلسطين، وما زال الجرح يسير والشهداء تصعد لوجه الله إلى حضرة أرواح شهدائنا وأمواتنا، لهم قراءة ثواب قراءة سورة الفاتحة. الله يرحمه. لأنها ضحت وقدمت دماءها في سبيل الأرض والوطن. ما ماتت أمة تحيي ذكرى شهدائها وتحيي أيامها الوطنية. الشهيد عندما يستشهد ويصبح جزء من قضيته، لا بل إن دماءه تحيي قضيته، لأن لسان حاله عندما استشهد كان يقول: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما مماتا يكيد العدا. موحدين، لأننا في يوم الأرض 76 قمنا بالرد على تحدي النكبة كشعب موحد، لا كفصائل ولا قبائل ولا أحزاب ولا جهاد، وإنما موحدين. وهذه هي رسالة يوم الأرض: شعب واحد وموحد راسخ في أرضه وهويته، وهو قادر على الرد على التحدي. وما أشبه اليوم بالبارحة. البارحة كان رافائيل إيتان يقول: غدا سأدوس سخنين في الدبابات، وكانوا يعاملونا كأعداء وقتلوا أبناءنا لأنهم اعتبرونا أعداء، ولو أننا استعملنا وسائل مدنية ديمقراطية قانونية، إضراب، مظاهرة، مسيرة. وها هي نفس العقلية تتعامل معنا اليوم بشخص رئيس الوزراء نتنياهو الذي يعتبر العرب أعداء، وأيضا بالمخططات التهويدية المختلفة. أعضاء الكنيسة المحترمين، شرفتونا اليوم أنتم جايين على بلدكم، على ناسكم، على أهلكم. تحية، ألف تحية للشهداء اللي ضحوا بدم من أجل الأرض، من أجل بقانا في الأرض. هذا هو أرضنا وهاي هي وطننا، واليوم وجودنا هون بقول للسياسة الدولي إنه إحنا بقين في أرضنا رغم كل الظروف الصعبة اللي منعيشها يوم يوم. شهدائنا ضحوا بدم من أجل بقائنا هون على أرضنا في وطننا. بقين في أرضنا، بقين في وطننا، مش راح نزيح من أرضنا. ومن طالب الجماهير العربية كلها توقف وقفة رجل واحد من أجل إنه إحنا نحافظ على أرضنا وعلى كرامتنا في هاي البلد، في هاي البلاد كلها أجمعين. نطلب من الشيخ علي أبو حسين يتقدم يحكي آيات الذكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اليوم أهل سخنين كانت موحدة كعادتها، واللقاء اللي كنا فيه اليوم عند أهل الشهداء كان لقاء مشرف، مصداقا لقول الله: يرزقون بالفعل أحياء، الأحياء عند ربهم إن شاء الله الأجر الكبير، وأيضا في الحياة
فشفنا بوجوه الأهالي بوجوه الجرحى اللي كانوا معانا كيف إنه الحياة موجودة عند الشهادة والكرامة كبيرة. فالتقاء مثلث يوم الأرض بركنه سخنين وعرابي ودير حنا هو لقاء مشرف يؤكد على الوحدة، والوحدة الوطنية النضالية اللي كانت بدم الشهداء. احنا بنطالب اهلنا بكمالة الشراكة، الشراكة السياسية مع احترامنا للمقاطعين. احنا بنحترم كل انسان، ولكن الشراكة كانت نبراس للوحدة. احنا بنطالب الجميع نأكد على الشراكة والوحدة والوحدة السياسية النضالية لأنها مهمة جدا في تكميل مسيرة أهلنا وشعبنا. لا تشحيد ولا تهويد عن أرضنا ما من حيد. لا تشحيد ولا تهويد عن أرضنا ما من حيد. لا تشحيد ولا تهويد عن أرضنا ما من حيد. لا تشحيد ولا تهويد عن أرضنا ما من حيد. عاش يومك يا أضار وحدة شعب ما بتنهار. عاش يومك يا أضار وحدة شعب ما بتنهار. إن شاء الله مثل ما أسقطنا مرزيل مرتي الجاي اللي ما صوتوش يصوتوا. الله يحييك ومدام عمر إبرمان ومعاه نتنياهو. فهمتك إن شاء الله.